مرحبا حسين، فعلا انطلقت منذ أكثر من ساعتين. انطلق أقول نظريا اجتماع الأمن والدفاع الوطني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية الانقلاب الذي حدث في النيجر، انطلق منذ ساعتين بحسب ما أعلنه الأوروبي، ولم يرشح عن هذا الاجتماع شيء، وربما هذا متوقع لأن هذه الاجتماعات مغايرة على اجتماعات مجلس الوزراء العادية. هو اجتماع مصغر يحوي فقط وزراء المهمين، وزير الدفاع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء، وزيرة الخارجية، ووزير الداخلية. إذن لا أخبار عن فحوى الاجتماع، ومن المستبعد أن تصدر تصريحات بعيد هذا الاجتماع، لكن بحسب ما يتداوله الإعلام الفرنسي فإن على الأرجح أن تكون ربما هناك تشاورات عن إجراءات دبلوماسية ستتخذها الرئاسة الفرنسية بالتشاور أيضا مع الشركاء الأوروبيين، بما أن أوراق فرنسا تبقى محدودة في ملف النيجر بما أنها لم تعد تملك سوى 1500 جندي على الأرض في النيجر منذ انسحاب قوات برخان في 2022 من مالي ومن بوركينا فاسو عقب الانقلابات في تلك المنطقة. وتعد طبعا إذا سألتني عن هذا الاجتماع لماذا كيف في فرنسا والانقلاب في النيجر، فأقول أن النيجر تحديدا أهمية قصوى لفرنسا على أكثر من صعيد، صعيد أمني. لماذا؟ لأن فرنسا والنيجر هي القاعدة الأخيرة العسكرية في منطقة الساحل. اقتصاديا لأن النيجر أيضا هي خزان فرنسا الاستراتيجي من اليورانيوم، والذي يمثل أكثر من 50% من منتجات المولدات الطاقة الكهربائية النووية للمنتوج المحلي الفرنسي، وهذا كثير طبعا جدا. أيضا أمر آخر، كل انسحاب أو كل تقلص للنفوذ الفرنسي في الساحل الذي شاهدناه سيصب طبعا في صالح التوسع الروسي وربما حتى الجزائري، هذا ما يتحدث عنه الأوساط اليمينية التي تعتب أو تنتقد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المنطقة وتعتبرها غير كافية، فيما تنتقدها أيضا من جهة أخرى طبعا الجهات اليسارية وتعتبرها سياسات غير عادلة وغير حكيمة أدت إلى رفض فرنسي في هذه المنطقة. طبعا الرئيس إيمانويل ماكرون بعيد الانقلاب أو بعيد الإعلان عن الانقلاب دعم الرئيس بازوم، ووصف الانقلاب بالعمل الخالي من الشرعية والخطير في المنطقة، ربما كان يشير للجماعات الإسلامية، وأيضا قال أنه سيكون خطر على كل المنطقة، كما طالب بالرجوع للعمل بالدستور. وأيضا الخارجية الفرنسية أيضا أصدرت أو أعلنت أيضا أنها أو أكدت أنها لن تعترف ولا تعترف بالمجلس العسكري الجديد في النيجر. والآن ربما كل العيون مشدودة نحو هذا مجلس الأمن هذا، لكن يبدو أن الأوراق أمام فرنسا تبقى محدودة ومحدودة جدا، ربما ستصب أيضا أو ستتماهى مع ما كان قد أعلن عنه مجلس الاتحاد الأوروبي منذ قليل فقط عن التجميد الفوري لكل التعاون العسكري والإعانات المالية. وقد تحاول باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي بالضغط في هذا على هذا المستوى، إضافة إلى ربما ضغط دبلوماسي على العسكريين الجدد أو الرجل القوي في النيجر، لكن يبدو هذا غير كافي لأن حركة الرفض ربما الفرنسي باتت مسلم بها وكانت ربما متوقعة إلى حد كبير، خاصة بعدما شاهدناه من انسحاب لقوات برخان بسرعة كبيرة والتي كانت متواجدة منذ 2013 وانسحبت في 2022 دون مقدمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميلة زهراء فكاني مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة باريس.